وفي السعودية لم تثن الإعاقة الشاب علي الجهيم من شغفه بالعزف على آلة العود، فزاده الحادث المروري الذي تعرض له مسببا له شللا نصفيا، زاده إصرارا على التمسك بالفن متجاوزا النظرة السلبية من بعض فئات المجتمع. سالم الراجح من حائل والتفاصيل. الإعاقة لا تلغي الفن ولا تمنع الإنسان من ممارسة هوايته، وعلي الجهيم مثال حي، حيث واصل العزف على العود رغم تعرضه لحادث مروري قبل ما يقارب السنتين تسبب له بشلل سفلي. كنت بالمستشفى لمدة 7 شهور، طلعت مدة أسبوع إجازة من المستشفى، كنت بالرياض وجيت الحائل، وأول ما وصلت قلت للي عندي لازم يجيبوا لي العود. يحاول علي إثبات أن ذوي الاحتياجات الخاصة أشخاص عاديون أيضا وبإمكانهم الإبداع، لكن الكثيرين لا يتقبلون أن يكون المعاق فنانا. في ناس ترغب مثلا الفن من ناحية العود وهذا، في ناس لا تغيرت نظرتهم، يعني أنك بعد الحادث وهذا أنهم يعني ما ودهم أن يكمل بالعود، لكن هذه شيء هواية. يقضي علي في استراحته أوقاتا طويلة بمعية أصدقائه الذين يشاركونه هوايته، ويتطلع إلى أن يخدم فئة المعاقين عبر فنه، ويتمنى أن يجد من يتكفل بعلاجه، خصوصا أن حالته قد تكون قابلة للتحسن لو توفر علاج ربما يتطلب جهدا ومال على المدى الطويل. سلمى الراجح، العربية، حائل.